بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي خواتاتي الكسابة، اليوم غادي نهضروا على الإجراءات الاحترازية اللي خاص الكساب يديرها باش يحمي الكسيبة ديالو في هذا الفصل ديال الشتاء، وعندما تكون البرودة أقل من 7 درجات وتكون في بعض الأحيان تساقط الثلوج. هنا فالكوريت يلعب واحد الدور مهم باش يحمي الكسيبة ديالنا ويوفر لها واحد الحرارة اللي تتفوت هاد 7 درجات على الأقل، وتمنع كذلك دخول التيارات الهوائية. الكساب خاص يكون موجد راسو لهاد المرحلة ويوفر واحد الستوك ديال العلف والفراج باش يغدي مزيان الكسيبة ديالو، لأنه الحاجيات تكون كثيرة. هاد الفترة كذلك تعرف الولادات ديال النعاج ولا الماعز اللي يعني تخصبوا في شهر 5 أو 6، وبالتالي خاص الكساب يكون راد البال باش تكون الولادات في أحسن الظروف داخل الكوري، ويحرص على توفير الغذاء وخاصة العلف المركز باش يلبي الحاجيات ديال النجات الوالدات والمزاد. وباش نحاول نديرو واحد جوج ولادات خاص تكون واحد التغذية اللي هي متوازنة كما وكيفا، ونتهلاو في الفحولة ديالنا. فهاد الفترة غادي تكون إن شاء الله غادي يكون الربيع إن شاء الله كتير، والكسابة اللي تعتمدوا على الصحة خاصهم يردوا البال من تسممات المعاوية الغذائية اللي تتأدي الوفاة أحسن الرؤوس دون ظهور أعراض ديال هاد الأمراض. وبالتالي كما تنقول دائما، الوقاية خير من العلاج. خاص الكساب ديالنا يباشر ويبادر باش يدير التلقيح ضد هاد التسممات المعاوية الغذائية. ثم لابد واحد الجرعة ديال الدواء ضد الطفيليات الداخلية نشربوا على الكسيبة ديالنا، وخاص الكساب يرد البال باش ما يسرحش في الربيع، هو نادي وفازق، باش نتجنبوا دوك الانتفاخات ديال البطن اللي نالجا التخمر ديال داك الربيع. خاص ضروري نعطيه تبن الكسيبة ديالنا باش يعني نمنعوا هاد الانتفاخات. كذلك خاص الكساب ديالنا يستغل الفرصة ديال يعني هبوط الأثمان ديال الأعلاف باش الكساب يدير واحد ستوك ديالو ان شاء الله ديال العلف، يعني احتياطا للتقلبات المناخيه اللي غتكون ان شاء الله. ونتمنوا من الله الكسابه ديالنا يستافدوا من هاد النصائح اللي هي في الظرفيه مهمه جدا.